كافان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. أولا كنقول من هذا المنبر لجميع الفنانين المغاربة، الفنانين العزاز، وراه كتعرفوا المحبة ديالكم عندي، وكنشكركم دائما على التعاطف ديالكم معايا. وأنا أي مناسبة ديال أي فنان لا أبخل عليه، في إما في تكريمه أو في توقيع ألبومه، دائما أكون من السباقين. كذلك والحمد لله لما كيكون شي فنان وافته المنية أكون دائما، لأن يوم لك ويوم عليك. فيما يخص دنيا بطمة، أنا كنقول هذيك راها بنتي، وأنا الحمد لله ربي سخرني أنني كنت من الناس اللي، وهذا الشيء لا أتباهى به، ولكن فقط أقول على أنها الوقت اللي غنات معايا في استوديو دوزيم الغربة والعشق القادي، فغنات وحسيت بها وحسيت بشعورها وحسيت بصوتها اللي فيه واحد النبرة خاصة، وتنبأت لها بمستقبل زاهر. فعندما تعنت النتيجة كانت يعني ماشي النتيجة اللي كنت أنتظر، ولكن الحمد لله دعمتها، وكيف ما قالت وصرحت بأنني كنا في نفس الفندق، لا هي ولا الأم ديالها ولا الوالد ديالها، وجريتها وقلت لها شوف يا بنتي، الآن راكي وضعتي خطوة إلى الأمام في النجاح، فالفشل لأول مرة ليس معناه نهاية الحياة. فالإنسان يجب عليه إذا كان مؤمنا بما يقوم به عليه أن يكرر يعني المحاولات. فسمعت النصيحة ديالي واستدعيتها للبيت ديالي، واستدعيتها لمدينة سلا، كانت كتجي بزاف لسلا لما كنت كنضم أي حفلة هنايا، وكانت أول حفل نضمته أو شاركت فيه اقترحتها وشاركت إلى جانبي في ضفة بقي عقل في على ضفة أبي رقراق بمدينة سلا، وكانت تبارك الله الجمهور صفق لها كثير. ومن بعد ذلك جات الإقصائيات ديال لبنان ومشات، والحمد لله داك الشيء اللي تنبأت لها به وصلت له. ولكن اللي كنقول دنيا على أنها بقت وفية وبقت مخلصة، أنها اعترفت أمام الجمهور أنني قدمت لها خدمة، وهذا واجب على أي فنان أن يساعد الفنان كما ساعدونا الناس. فأنا ما ننساش الخير ديال الأستاذ الموسيقى المرحوم السي عبد النبيل الجراري اللي ساعدني في البدايات ديالي، ولا المرحوم السي حميد العلوي اللي كان ضم أضواء المدينة. فدائما نعترف بالجميل، وهذه من شيم الأخلاق الفاضلة ومن شيم النبلاء. فتحية خالصة لبنتي دنيا بطمة وللزوج ديالها السي محمد ترك والوالدة والوالد ولجميع الأسرة الكريمة، وتحياتي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.